اهلا وسهلا، هذه الساعه الثانيه من استوديو الوطنيه وين ما كنتوا في الاستماع. شكرا على اختياركم موجة الاذاعه الوطنيه، شكرا على تفاعلاتكم ومساجاتكم اللي قاعده تجينا حتى في الويكاند ومقترحاتكم ناخذوها بعين الاعتبار. تنجموا تتابعونا على صفحتنا استوديو الوطنيه والصفحه الرسميه للاذاعه الوطنيه التونسيه سيغ فيسبوك. وشكرا، هذا توت سويت موعد الانترفيو. سعيده جدا باستقبال ضيفي الناطق الرسمي للمجلس الوطني للجهات والاقاليم توت سويت سي رياض الدريدي في الانترفيو. تحياتي سي رياض، اهلا وسهلا، مرحبا على موجات الاذاعه الوطنيه. عايشك مدام زينه وشكرا على الاستضافه هذيا في الوطنيه. وشكرا لك على قبول الدعوه للمجلس الوطني اللي انطلقت اشغال جلسته العامه الافتتاحيه. المجلس الوطني للاقاليم والجهات، نرجع معك شويه على الجلسه العامه الافتتاحيه، كيفاش لقيتها سي رياض؟ كانت جلسه ممتازه، معناها قدم فيها السيد الرئيس معناها النواب المجلس المكتب. نعم. وقدم فيها الليجان، وبالطبيعة صار استدعاء السيد وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التربية في جلسة مسائية. ودايغ رجعنا على تصريحات السيد وزير التربية معكم في ساعتنا الأولى اللي تحدث عن التشغيل الهش، تحدث أيضا عن الشغورات واعتذر للتلاميذ في سابقة منوحة، وزير يخرج يعتذر للتلاميذ عن سد الشغورات. اختياركم لزوز وزراء هذم بالذات كيفاش كان في الجلسة الافتتاحية هما بالذات؟ هو اختيار موجه واختيار مدروس. نعم. لانه احنا بالاساس مجلس اختصاص، المجلس الوطني للجهات والاقاليم هو كمنح اول، كمعنى اختصاص اول، هو التنميه في الجهات، امور معناها البروكسيميتي، القرب، قرب والامور التنمويه. نعم. هذاك معناه وزير الاقتصاد والتخطيط، وتناقشنا برشا وتطرقنا لبرشا مواضيع وجاوبنا، وخرجت جلسه ممتازه الحمد لله، وان شاء الله فيها الافاده. كذلك وزير التربيه، لانه التربيه ما نعرفوا اللي ما فماش عائله في تونس ما عندهاش معناه التربيه، ومعناه التربيه هي اللي باش تبني اجيال، هي اللي باش تقدم بالبيت. قد ما تكون وزاره التربيه معناها كمنهجيه ومنهجيه وصحيحه مدروسة، باش تكون فما فايدة للشعب التونسي كل. هل تعتبر لي دو باساج او مداخلتي وزيري التربية والاقتصاد كان مقنعان بالنسبة للغرفة البرلمانية الثانية اليوم؟ بالنسبة لنا احنا كان في حدود، مقنع وفما اللي مش مقنع. علاش؟ لأن احنا مثلا وزارة الاقتصاد والتخطيط فما نحبوا على هيكلة جديدة، لأنه المشروع هذا الثوري 25 جويلية. نعم. هو اللي جاب الأقاليم وسياسة الأقاليم وسياسة القرب اللي تنبع من القاعدة، هذايا معناه يلزموا يتبلور عند وزارة الاقتصاد والتخطيط. كيفاش سيدي؟ يلزم هيكلة تولي مطابقة للأقاليم، كنا 24 ولاية، توا احنا 5 أقاليم، يلزم هي في التخطيط توا باش يولي ينبع المشاريع من القاعدة، من المحلي للجهوي للإقليمي لين توصل للوطني. يعني يلزم الوزارة تاخذ بعين الاعتبار في الهيكلة الجديدة نتاعها، عندها دواوين، عندها برشا حاجات، يلزمهم هذوما يتمشاو مع معناها التمشي الجديد اللي هما 5 أقاليم وسياسة القرب اللي معناها هذه السياسة الجديدة إن شاء الله اللي تنبع من القاعدة. باش تقدموا مثلا ربما مقترح مشروع في هذا الإطار للوزارة، أو تستناو المبادرة من الوزارة في حد ذاتها؟ احنا باش نستناو المبادرة. واحنا معناها توا في بعد مناقشة ميزانية الدولة باش يجينا منوال التنمية. نعم. 26-30 اللي هو بالاساس معناها يصب في باب الاقتصاد الاختصاص نتاعنا، هذاك هو اللي باش نخدموا عليه ان شاء الله، باش نخرجوا ماك المنوال البالي اللي قبل معناها فيه برشا هينات، هذاك ان شاء الله احنا منوال التنمية 26-30. كيفاش باش يكون تقريبا الملامح الكبرى؟ نعرف دخلتوش في التفاصيل، ولكن الملامح الكبرى وتوجهاتكم في هذا الإطار. الملامح الكبرى هو يزمك تعرف اللي فما توا الطاقة هي الأساس. صحيح. توا يزمنا نركزوا على الأمور الطاقية. نعم. التغيرات المناخية يزمها تكون موجودة، التشغيل، وبالنسبة لنا احنا الثورة كي معناها جات فما مطالب
اللي هي التهميش، اللي هي معناها التوازن بين الجهات. لازم تكون كيفاش نعملوا توازن بين الجهات وكل شيء يخرج من المركز؟ ما نجموش توا بالتمشي الجديد نتاع السياسه. دونك ما عادش تجيب لي مخطط حاضر كما طلبتوا انتم دايوغ بتشريكم في اعداد المخطط الخماسي، ما تجيبليش كل شيء من المركز، ليه؟ هات بالعكس نقلبوا توا. لا احنا توا باش نقلبوا، توا باش يولي، باش تولي الافكار والمشاريع تنبع من القاعده، من المحلي، من اللوتة اللي توصل للوطن لينا احنا، وتكون في تشارك، باش تكون في امور تشاركيه احنا وياهم. كي نبداو فما معناها كي يبدا المسار تشاركي يعطي الافاده ونوصلوا للي حاجتنا به، ما تكونش فكره مسقطه وانت معناها هكا جزء يغير وجزء. هذاك اللي كان يصير قبل، كان جزء يجي المنوال الحاضر، يجي المنوال التنميه كله براتيكمون حاضر وما غيروش فيه برشا حاجه. اليوم الغرفه البرلمانيه الثانيه، المجلس الوطني للجهات والاقاليم، كيف سيكون فاعل في عمليه اعداد المخطط الخامس اليوم؟ احنا عندنا اللجان في المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وباش معناها تنكب اللجان بعد مناقشه الميزانيه، باش ندخلوا في من معناها في 26 30 اللي هو معناها باش يكون المخطط، وباش نبداو معناها باش نشوفوا لي زاكس اللي لازمنا نخدموا عليهم والكل، وبالتشارك بالطبيعه مع وزاره الاقتصاد والتخطيط، وان شاء الله يكون معناها تكون حاجه فيها فائده خصوصا للشعب التونسي، للوضعيات الهشه، التشغيل. تشوف انت الوضعيات الهشه معضله اليوم معضلة. سي رياض، رئيس الجمهوريه تحدث عن الوضعيات الهشه قدامكم في الاداء اليمين في العهد الخماسيه الثانيه، قبلها في عهده الاولى كان خرج قرار وامر بضروره ادماج الناس اللي تخدم اكثر من 4-5 سنين في القطاع العام والعمومي، لم يتغير شيء. فين المشكل؟ البلوكاج فين بالضبط اليوم؟ بالنسبة علاقة طبعا بالتشغيل الهش في القطاع العام، بالنسبة للوضعيات الهشة هي هذه رواسب، راي هي رواسب قديمة، والحق يقال هي رواسب قديمة، أما قاعدين توا فما سياسة جديدة اللي باش يبداو ياخذوا شوية شوية، معناها باش إن شاء الله إن شاء الله معناها باش نوصلوا لكونهم ياخذوهم الكل، خاطر وضعيات هشة هذوما راهو ما تنجمش تتعامل معاهم معناها بطريقة يا تخدم يا يلزم، معناها يلزمنا تكون فما سياسة واضحة في الإدماج، مش تدمجوا كيكا سويفون قوانين، فما يلزم ثورة تشريعية اللي حكي عليها زاد السيد الرئيس، لأن فما قوانين بالية ما عادش تقدم بينا بالكل، بالعكس ولات بلوكاج، ولات قاعدة. هذيك هي الأمور مربوطة بعضها، عندك قوانين من هنا تكون ثورة تشريعية، معناها فما برشا قوانين لازمها تتغير. أهم القوانين مثلا لابد أن تتغير. والله أنا ما نجمش ندخل في، لأنه بالأساس القانون والتشريع هو في صلب الغرفة الأولى، الغرفة متفقين احنا حتى كي باش نعطيهم في علاقة مثلا، حتى الرئيس تحدث عن تشريعات بالية وسيء، معناها فما برشا فصول في قوانين مجلة بشي حد ذاتها اكل عليها الظهر وشرب. انا باش نقول لك حاجه سهله. أيوة. مدام زينه، ما غير ما نقعد انا بالتدقيق نقول لك القانون هذا بالضبط، اما لكن تلقى قانون انت من 75 وتلقى قانون من قوانين 100 سنه عندك. إيه؟ هذا معقول؟ تشوف معناها التغيرات وتتسارع، معناها ماهوش بتاع الزمان هذايا، ماهوش بتاع الوقت هذايا، قوانين هذيك ليه يلزمها كلها تتغير معناها، والاغلبيه نتاعها تتغير معناها، كيما عندنا صحيح راهو قوانين باهيه معناها للحقيقه. نرجع لك الى الاصلاحات الجذريه اللي طلبتوا بها اليوم لدعم قطاع الانتاجيه في عدد من الجهات، ايضا في علاقه بتاخر بعض القوانين، ما صلح للشرع بمشاريع التنموية المعطله اليوم. بالنسبة للمشاريع المعطلة فما حقيقة نحب نقولها، بعد تعيين السادة الولايات من طرف السيد رئيس الجمهورية أغلب الولايات انكبوا على المشاريع المعطلة، وفما تقدم نسبي في المشاريع المعطلة بعد حركة الولايات الأخيرة. أيوة. خاطر أنا قاعد نعاين في الشيء هذا، حتى في الولاية اللي هي المرجع النظر نتاعي ولاية أريانا فما مشاريع قاعدة تتقدم، وانا حكيت قبل باش نعاود نحكي به، مش نعاود نجم نحكي لك. تفضل. عندي مشروع في القرية اللي انا نعيش فيها منطقة النحلي اللي هو ملعب حي، وكان في التخصيص بين املاك الدولة ويزمو يمشي التخصيص هذا اللي فايت وزارة الشباب والرياضة. نعم. والتخصيص هذا قعد 10 سنين. علاش؟ طولت 10 سنين بيروقراطية. فماش اعتمادات مالية ربما؟ لا، الاعتمادات موجودة. ايوه. الاعتمادات موجودة. التخصيص هذا يكون بين وزارة أملاك الدولة
ما ينجمش يكون ملعب حي تحت وزارة أملاك الدولة. يزم يصير تخصيص الأرض على أملاك الدولة، يزم يصير تخصيص وزارة الشباب والرياضة، وبعد أنت تبدا تلانسي لي زابيل دوفر نتاعك وتعمل المشروع نتاعك. التخصيص هذا معناها انا نتصورها هي لجنه ولا ستون سيناتور يقعد لك بالعشر سنين، مش بيروقراطيه هذه. والله راهو حاجات انا شفت حاجات معناها نستغرب ونقولوا كيفاش. انا سيد رئيس يقول جذب الى الوراء ويقول فما الواحد، انا اشاطره الراي معناها راهو بصراحه تيما معناها يلزم تتنحى برشا برشا القوانين. ثورة يلزم ثورة، ما ثورة في القوانين باش نجموا نقدموا. عندنا زاد البول تكنولوجي، كيف قطب التكنولوجي. نعم قطب التكنولوجي زاد صارت جلسة، وانا معناها في الجلسة نتاعنا في المجلس الوطني لجهات والاقاليم معناها خاطبت سيد الوزير وقلت له راهو القطب التكنولوجي كامش يعطي نقله نوعيه لولايه كامله وولايه حتى اريانا، ويعطي حتى الولايه بنزرت اللي ما نجي في الحدود نتاع ولايه اريانا وولايه منوبه باش تكون نقله نوعيه. مانيش فاهم علاش 10 سنين باش يصير شركات جات قبل ومشات البلد شقيق، ما يهمنيش فيها كانت باش تكون متواجده غاديك. هذا الكل راهو ما ينجمش. شكون التأخيرات تعطيلات في المشاريع؟ لا هي كانت فما ديما أكثر إشكال. أنا نراه حسب الخبرة البسيطة متاعي أكبر إشكال في تونس هي أملاك الدولة، وزارة أملاك الدولة. وزارة أملاك الدولة لأنه أكثر الأراضي، وإحنا قلنا لهم راهو هذه إحنا أفكارنا راي في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. أول حاجة كي باش نعملوا ميزانية ولا نعملوا منوال تنمية ولا نعملوا أي حاجة، ماذا بينا نخدموا بعقد الأهداف لي زوبجيكتيف. انا نقول راني باش نعمل انا مشروع ولا اثنين، ما نقولش نعمل 20، نعمل مشروع ولا اثنين بيان ديتيرميني واضحين ونعملهم. وقتاش نعملهم؟ يلزم تكون الصبغه نتاع الارض ما فيهاش حتى اشكال عقاري، لانه مثلا القطب التكنولوجي فيه ثلاثه اشكاليات عقاريه. الحمد لله تو قرب على اللي باش تتسوى الامور. لكن مش معقول انت تعمل ديزانفيستيسمون وتحط وتلقى بعد واحد مواطن يوقف لك مشروع قيمته 100 ولا 150 مليار. خاطر من الاول لازم الاشكاليه تحل. لازم من الاول قبل ما تلانسي المشروع فما الدراسه، تكون دراسه قايمه. راهو مع نعملوا حاجه نعملوا دراسه صحيحه وبعد نقدموا نعملوا ليزانفيستيسمون نتاعنا ونعملوا المشروع نتاعنا نلقاوه تعمل في لي دولي في الاجل المحدد. والاجل المحدد نتاعو. هذا علاش اليوم نفهموا علاش مجلس الجهات والاقاليم يطالب بتشريكه في اعداد المخطط الخام. اي سي دونك تقول هاك نوسعوا في النظره، راه ما تجيبليش كل شيء حاضر من المركزين وانت ما تعرفش وما عندكش فكره على الجهات. اليوم هل تعتبر كان نمشيو في نبداو بالعكس معناها بالعكس من قاعده الهرم المقلوب الهرم نقلبوها نمشيو من الجهات ونطلع المركزيه، ربما ما عادش نحكيو برشا على مشاريع متعطله. ما عادش نحكيو على المشاريع المتعطلة. علاش؟ لأنه احنا المعلومة عند المحلي والجهوي والإقليمي، هذوما ناس يعرفوا، ناس تعرف عماداتها، ناس تعرف ولاياتها، ناس تعرف كل شيء. راهو كي يجيك باش يقول لك راني باش نعمل مشروع في المكان هذا، يعرف اللي الأمور العقارية نتاعو مسوية. مثال معناها المشروع اللي باش يصير يلقى معناها السبل ويلقى الأريحية باش يتنفذ في الأجال نتاعو من غير حتى اشكال. والناس هذوما معناها توا احنا المجالس هذوما اللي معانا المحليه والجهويه والاقليميه معناها 2800 راهو 2700 واش، هذوما ناس راهو عندهم افكار وناس معناها باش تعاون وناس تحب تقدم. وهذه راهو اللي يطالب بها السيد الرئيس، يطالب سياسه القرب. سياسه القرب اللي تنبع من القاعده على هذا ولا عنا مجلس جهات واقاليم. هذا علاش ولا عنا مجلس جهات واقاليم. نرجع بك شويه بما انك ضيفنا والمره تحضر معنا في استوديو الوطني سيراد، نحب ناخذ رايك دايوخ في الناس اللي انتقدت عمل مجلس الجهات والاقاليم، والناس تقول علاش عنا غرفه ثانيه وكيفاش باش تكون النجاعه نتاع الغرفه الثانيه، وقالوا برشا كلام وتفاصيل اخرى. كيفاش تجاوب هالاطراف اللي شككت في ادائكم وفي عملكم بالاساس؟ اي احنا مورا وهو اللي يشكك باش يكون موضوعي. انسان باش يشكك في حاجه فما موضوعيه في الوسط. انسان تشكك فيه بعد ما يخدم مش قبل. دونك تشوف الاداء تحكم على الاداء. بيان سور هذا الاصل في الشيء مدام زين. مش لي بريجوجي الاحكام المسبقه. ريت وقتها يولي وقتها تقييم خاطئ سامحني. لكن احنا في المجلس الوطني للجهات والاقاليم احنا مجلس اختصاص.
سيد الرئيس يعرف شو يعمل، المصاري هذاك يعمله يعرف شنو يعمل. هذايا المجلس الوطني للجهات والاقاليم مجلس اختصاص تنموي، تنموي عنده اختصاص واضح صحيح، عنده تم مناقش الميزانيه وعندنا حق الرقابه وهذوما كل يكفلهم الدستور، لكن بالاساس مجلس تنموي. احنا اكبر مشكل في تونس شنو؟ التنمية والمشاريع المتعطلة. ما صارش لا رولونس ايكونومي كذي، ما صارش بالكل وقت. تشوف انت كيفاش معناها المجلس هذا نستناوه يخدم وبعد نحكموا عليه، ما نجموش نحكموا حكم مسبق، نقول هذه بكل لطف. دونك الى من شككوا او اللي شكك في اليوم في مجلس العمل الاقاليم والجهات تعتبره عنده احكام مسبقه، عنده استبقى قبل ما يشوف ايش قدمته. ما عنده هو راوي مدام زينة عنده أحكام مسبقة وعنده حاجات أخرى التجربة مش مستنس بها، لأن ما هيش موجودة في برشا بلدان، نقول حتى عربية معناها الأقرب منا، معناها ما تلقاها في بلدان أخرى أوروبية، والتجربة قديمة برشا هي من عام 1952 في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هما التجربة ما عندهمش. كيفاش يقول لك زوز مجالس؟ أنا ما نحبش حتى نقول غرف، زوز مجالس معناها زوز مجالس مش مستنسين بها باش يحكموا عليها معناها من الأول، لكن فما برشا ناس معناها يكلمونا ومعناها ويدعمونا ويقولوا لنا واصلوا، راهو احنا بدينا نحسوا اللي فما برشا مشاريع وفما نقله نوعيه صارت حتى في البلديات، صارت نقله نوعيه. ايوا جبتنا تاع الموضوع الثاني اللي هو نعرف نجيبك تبع لي معايا في الاديت. اليوم في عمل البلديات، في نسق البلديات والمجالس المحليه، ما الذي تغير؟ برشا تشكيت من البلديات، حد من نجم يخفي هذا، الصغير والكبير كل حاجه للبلديه، خاصه على وضع البيئي النظافه غيرها، حتى المضامين وهك الصفوف وغيرها، شو اللي تحسن اليوم سيد النائب؟ انا باش نحكي ديما من موقع معناها الولايه نتاعي، الجهه نتاعي، ولايه مثلا ولايه أريانا. انا بالنسبه لي انا المجالس المحليه والبلديات في تناسق تام، في تناسق تام حتى رفع الفضلات، فما المواطنين حسوا اللي نقله نوعيه. علاش حسوا اللي نقله نوعيه؟ احنا مانيش باش نكونوا عمال نظافه، لكن المحلي كي بيشوف اماكن وكذا وباش يمشي للبلديه، معناها اوتوماتيكمون باش يكون فما تشاور وباش يكون يوميا هو موجود في المعتمديه، فما شكون ولا يلاحظ اكثر؟ يلاحظ اكثر، مش كيف المواطن. المواطن يلاحظ مره في الشهر، لكن المجالس المحليه يوميا على الميدان، يوميا على الميدان. وفما تجاوب من الكتاب العامين للبلديات، فما تجاوب وفما نقله نوعيه راهي ظاهره حتى للعيان في النظافه، ظاهره والحمد لله. هو الاصل في الشيء، الاصل في الشيء يلزم المجالس هذه المنتخبه والبلديات وكذلك السلطه التنفيذيه المعتمديات والولايات يخدموا في تناسق، خاطر كي يخدموا في تناسق باش تكون فما فائده، باش تكون فما فائده للبلاد وفما فائده معناها للشعب التونسي اللي هو ديما المرجع النظر نتاعنا، وذاك هو اللي معناها نخدموا ندوروا نرجعوا للقرب، للبروكسيميتي. سياسه القرب هذيك هي سياسه القرب مدام زينه، هذيك اللي باش توصلك. انت راك انت في بيرو عاجي، راك في بيرو عاجي في الوزاره، راك في الوزاره، اخرج وشوف سير تيران. احنا المحليات عندنا زيارات ميدانيه ديما، راهو زيارات ميدان تكاد تكون يوميه. شنو مثلا اللي قمتوا بها في عدد من الزيارات وعينتوا انه موجود نفس المشكل يتكرر اليوم؟ بيه. احنا مثال انا ومعايا معايا زملائي معناها عندها توا مده، عملنا زياره للمستشفى نتاع حي التضامن، صارت فيه برشا اشكاليات وبالزياره ذيك نتاعنا تركز معناها موقع معناها الحرس الوطني دائم باش حل لك الاشكاليات نتاع شويه الفوضى اللي تصير وكذا، وصارت فيه برشا مشاكل هذاك اتفض. مشينا زاد برشا معناها عملنا زيارات كبيره مثلا للميناء الترفيهي في مثلا في قلعه لندلس مثلا، مشي شفنا البرد شنو هي مشاكل الصياده شنو كذا، ونقلناهم الكل وقاعدين نحضروا توا، قاعدين عندنا دي دوسي نحضروا فيهم الكل باش معناها نجموا بعد نخدموا. هذا يصير راهو في الولايات الكل. شو الملاحظات اللي خرجتوا بها في الميناء الترفيهي واللي ربما فيهاش اقبال كبير من جهات اخرى؟ لانه مثلا قلعه لندلس، مين مثال قلعه لندلس؟ اكبر شريط سياحي، ومع ذلك مع ذلك
ماهيش معناها سياحيه، ماهيش وجهه سياحيه، ماهيش وجهه سياحيه بكل تقصير. هوني سي رياض من شكون؟ ربما من المشرفين على البورت، ربما غياب الكوميونيكاسيون. اليوم حتى كي يعملوا ربما بعض الانشطه ما يعرفوش يجيبوا لا الاولياء لا الصغيرات لا اي فئه اخرى، او في حد ذاته اليوم الناس ما تعتبروش وجهه سياحيه بارابور لبقيه الوجهات الاخرى. عندك هو ولا مشاريع اخرى؟ كله راه ينطبق كيف كيف، كله كيف كيف. نعطيك قبل ما تجبدوا موضوع مهم كمثال. المعلومه كيفاش باش توصل المعلومه؟ بالاتصال، كوميونيكاسيون. كوميونيكاسيون مفقوده قبل. شكون عندنا احنا توا في كسلطه تنفيذيه؟ عندنا السيد العمده. وبعد تلقى المعتمدي. صحيح. معناها اذا السيد العمده ما يوصلش المعلومه بطريقه او باخرى ما توصلش المعلومه. اللي هي اليوم سهلة في الانتشار المعلومة بصفحة فيسبوك، كان في حد ذاته الميناء في متاع قلعة الاندلسي يعمل تدوينة ولا بيان للرأي العام تنتشر. عملوا برشا تدوينات وعملوا كذا وما ولا يتصلوا ببعض وسائل الإعلام. الحق مانيش قاعدين نسمع. ما صار بالمسبح البلدي بالبلفيدير حل البارح في الليل كي هبطوا العروض نتاعهم تهبط على صفحة البلدية، ما شاء الله فما إقبال. لا هذاك بفضل السيد الرئيس ولا ما يصيرش. والحقيقة أنت تحكي على المسبح، أما أنا أنا ما بعد الإعادة، ما بعد المسبح أنا نحكي على ليزيفينمون. عملوا برشا، باش يقعد السيد الرئيس معناها كل مرة عملوا عروض مائية. أي عملوا أي عملوا عروض مائية والناس مشيت على خاطر الكوميونيكاسيون. صار الكوميونيكاسيون موجودة عبر بيان من بلدية تونس. في المشاريع كي تعمل أنت اقتراح والسلطة التنفيذية ما تراهاش أولوية ما يتعديش. توا دونك فما تقصير حتى من السلطة في حد ذاتها. توا بالمجالس المحلية هي اللي باش تقترح، وهي تقترح تعرف شنو يفيد المعتمديه نتاعها، تعرف شنو يفيد الولايه نتاعها، تعرف حتى اولوياتها في تعبيد الطرقات، تعرف انه الطريق اللي ذو اولويه. راهو الاشكال قبل اللي هو كونها السلطه التنفيذيه قداش معناها فينالمون اللي تراه هي صالح، وهو يكون راي نتاع شخص معين. اللي هو معناه راس السلطه التنفيذيه في التريتوار هذاك. اما البنيه التحتيه راهو حتى في البلايص اللي تعتبر هكا مذخمه شويه بين قوسين عندهم مشكل، ما عندهمش كياسات مثلا. هذاك بون وزاره التجهيز، يرجع وزاره التجهيز. انت تحكي على مركزيه هاكا، حتى هوني في العاصمه فما عدد من الاحياء اللي الحقيقه وضع البنيه التحتيه فيها كارثي اقل من نجم نقولوا عليه. مدام زينه تعرفوا انت السؤال اللي عندك الجواب نتاعو، لانه فكي عدي نايبل نرمي الكره للسيد النائب. العشر سنوات اللي تعداو 10 سنوات وحتى اكثر من 10 سنوات ما فما شيء، ما صارتش، ما فما حد شيء. توا بدات شويه شويه، ان شاء الله نقدموا القدام، والاكثريه تونس باش تشوف نقله نوعيه في مخطط التنميه 26-30. متفائله اليوم. متفائل جدا، لان عندنا الافكار وعندنا الخدمه. احنا توا حاجه بسيطه برشا، توا احنا رانا قبل استدعينا، راه قبل الجلسه جاونا وزراء وجينا مديرين عامين. نعم. راهو لكن مش جلسه عامه، لكن يجيو بحذانا ونتناقشوا وكل شيء. جاوا بحذانا مثلا من وزاره الماليه وقالوا كيفاش تراو رؤية؟ قلت انا واحد من الناس تدخل خاص، هذا يخصني انا مش المجلس، يعني انا الناطق الرسمي تبدا حاجه خاصه بي نقول لك. انا قلت لهم نحب نعرف حاجه، مواطنينا بالخارج اللي هما رقم واحد ينفستيو في الفلوس في ميزانيه الدوله في التحويلات، رقم واحد تحويلات العمله الصعبه. لكن كي يجي لهنا المطار ويكون باش يعمل بروجي باش يعمل حاجه، ما يعرفش وين يمشي، ما يعرف مع شكون يحكي، ما يعرفش وين يمشي. ريت كوميونيكاسيون تحكي عليه، قلت لهم علاش ما نعملوش بلاتفورم احنا، تكون فما اداره في المطار مثلا، في الميناءات، في الكل تبدا موجوده وكل شيء. قال قيدناها وان شاء الله. راه فما الافكار فلوس. راهو انت كي تكون عندك افكار صحيحه رانا نقدم، واحنا حاجتنا بالافكار. ال 2700 واش هذوما النواب الكل اللي جاوا، كل واحد عنده راهو فكره. صلي على النبي، هذوما ينجموا يقدموا بتونس. بالطبيعه ماهيش الافكار الكل باش تتجسم، احنا اللي نجسدوا الافكار. انت هكا جاوبت اوترومون على السؤال اللي قلت لك قبيله، ان الناس اللي تشكك في عمل الغرفه الثانيه مجلس الاقاليم والجهات، تجاوبهم وتقول راهو ال 2700 نائب ينجموا يقدموا بتونس وراهو عندهم الافكار. ينجموا يقدموا بتونس وعندهم الافكار، وكلهم تلقى شكون يخدم في النقل وشكون في السياحه وشكون في التعليم. كل واحد ملم برشا في التعليم، برشا زملائي ما نحييهم من هنا منبر، حتى زملائي في الوطن اليوم. نعم. اللي في التعليم اللي جايين. نعم. من التعليم، برشا من التعليم، برشا معناها كانوا في الخاص، معناها الاصناف والانماط الكل موجوده معناها.
معناها هذوما باش يعاونوا، هذه ناس باش تعاون. واحنا قلت لك راي امور تنمويه، ما نقولكش حاجه اخرى، حتى التشريع بصفه معناها كبيره يهم الغرفه الثانيه، لكن احنا الامور التنمويه احنا ان شاء الله منوال التنميه 26 30 يصير نقله نوعيه لتونس ان شاء الله، بتصير نقله نوعيه لتونس. والبوادر هكا بدات واضحه من توا. كيفاش؟ البوادر بدات واضحه كي تشوف انت اللي برشا مشاريع معطله بدات، مثلا انا في ولايتي فما اربع خمسه مشاريع صاي بداوا بشيخ معناها مشاو للنور، ومشكور سيد الوالي معناها زاد اللي هو قاعد يخدم يوميا وكل شيء ويتصل بالمجالس المحليه. الولايه اليوم وتغييرهم عنده دلاله واضحه تقول في دفع نسق المشاريع المتعطله خاصه. اللي تعيبوا على الولايه اللي سبقوا الحركه الاخيره، هل ربما مشكل كان عندهم في الكفاءه او ما كانش عندهم اراده من اساسه في العمل؟ لا، فما منهجيه نتاع عمل. راه قبل احنا عندنا فكره الوالي قاعد في بيرو ومسكر، ما يجيني حد وما يقابل حد ولا يقابل ناس معينين معناها مديرين جهوي وكذا. توا الولايات وليت على الميدان اكثر من اللي في بيرواتهم. هذا اللي طلب به رئيس الجمهوريه، اللي قال لهم مقابله مع السيد الوالي اريانا سي وليد صنديد مشكور، معناها تقابلنا في بيرو السبعه نتاع الصباح، لاني انا عندي جلسه التسعه في المجلس ما نجمش باش نتقابلوا بعد. كي تقابلنا السبعة وخذيت الموعد معناه قلت إن شاء الله نلقاه، وفعلا نلقاه السبعة وتناقشنا في برشا حاجات تهم الولاية وتهم الشأن العام وتهم المواطن التونسي بالأساس. احنا راهو الفيزا في متاعنا هو أكل المواطن التونسي، كي تقرب له برشا حاجات يلقى خدمة، يقوم الصبيح ما يلقاش سامحني في الكلمة معناها زبلة قدام داره، يلقى التنوير موجود، لازم يلقى نقل عمومي، يلقى بنية تحته ويلقى وضع بيئي محترم بالأساس. نقل وهذا نقل 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 ألور لا نقل نقل مع مش كان الكيران فقط اللي فيها مشكل، ولا المتروات الحقيقه اقل اشكال بارابور للباقيه، لكن هاو المطار والمبارح من يتفرجوا من الويكاند لليوم في الرحلات المتاخره الحقيقه سيد الناب شيء ما يعجبش بالكل. اي شيء ما يعجبش، يلزم هيكله كيف هيكله تونسير، يلزمها هيكله، لا يلزمها هيكله وكيف كيف. انا علاش ديما نحكي على ديما الاهداف وليزوبجيكتيف، انا بالنسبه لي انا هذوما معناها نقولوا الكبار كيما جمرك الدخان كيما الفولاذ كيما فوسفات كيما تونيسير، هذوما بالنسبه لي انا نجي ونعملوا كل عام ناخذوا مثلا حاجتي، مثلا نجي نقول 2025 هيكله التونيسير ومثلا والفولاذ مثلا ناخذهم الزود اكزومبل عطيتك، هذوما باش نخدم عليهم يجيو نشوفوا كيفاش هذوما ونسمع الناس. راهو يلزمنا نسمع بعض، راهو كي ما نسمعوش مع بعضنا ما نجموش نقدم، يلزم نسمع بعضنا. إجا كيفاش تصير الهيكله نتاعهم، انت اشترى وانت اشترى، ينجموا يكونوا من مجلس النواب، ينجموا يكونوا نواب من المجلس الوطني للجهات والاقاليم، ينجموا يكون من الوزارات المتداخله، يكون فريق عمل ويجي في الاخر يعطي تقرير، والتقرير هذاك يعتمد ونصلحوا اك المنشاه ذيك نصلحوها اون فوا بور توت باش تبقى تخدم معناها فترتها كامله وتعطي المردوديه والفاعليه نتاعها. نرجعوا للنقل، النقل بار اكزومبل انا ضد الكيرا وضد احنا تو علاش بلدان العالم الكل يشوفون السكك الحديديه، شو خلينا نعملوا مشاريع كبيره وتقعد شويه 10 سنين ونرتاح وفرد مره زيدوا 10 سنين اخرين بيسيرش. لا والله لا، ريت احنا غلطتنا. حتى الحافلات فهم بعض الجهات اللي ما تنجمش تربطها بالسكك الحديديه اللي عندها الحافلات حكايه اخرى. انا ضد ناخذ في حافلات مستعمله. انا ضد حافلات مستعمله، ما هو على الكلفه انا باش تكون اقل. انت تقول لي باش تاخذ 100 حافله مستعمله والا باش نجيب 50 حافله جديد. خلينا نسالك اوترومون، انت ضد الحافلات الفرنسيه المستعمله والا ضد المستعمل مهما كانت الوجهه نتاعو؟ هو ضد المستعمل مهما كانت الوجهه نتاعو، وضد المستعمل الفرنسي. المستعمله الفرنسيه ظاهره معناها حتى نقولوا ككاليتي. نعم. حتى كاليتي لي. اما تبقى شو نقولوا؟ قلت لك شيخين عليها جميعا قالك تتكلم تعطي في المحطات بالفرنسي. بالنسبه للحافلات تقول لي 100 حافله مستعمله والا 50 جديده، نقول لك اعطيني 50 يزي جديده ومده اخرى 50 ومده اخرى 50
ونقعد نخدم كيما الكلفة سيرية في علاقة بالمالية العمومية وغير وزارة النقل راه لازم يتحل عليها راهو شو يتحل عليه؟ الكتاب يتحل الكتاب كما نقولوا احنا نحلوا في الكتب تو الكتاب هذا لازم يتحل كيفاش؟ لأنه تلقى أنت قديش عندك الساعة الورشات ما نعرفش مانيش متأكد فكرة قالك نحاول ورشات ولا شنو الكيران تلقاهم تلقى عندك 200 300 كار مطيشة يا أخي أنا 200 ولا 300 هما ما نجيبش خرج منهم 70 ولا 80 بالتصليح مثلا في بعضهم يصير ريكوردومون في بعضهم ونجموا صحيح نجموا راهو ريت كل قطاع في تونس كان تدخل له انت وتعمل اوديت فيه وتدخل وتشوف كيما توا هذا الشيء قاعد يعني في السيد الرئيس كاو ريت تمشي تمس انت تمس القطاع هذاك معقول اي صحيح تفهم كل شيء واذا وكل قطاع ما فماش قطاع لم ينخره الفساد مع الاسف صح هذا هو في الأثناء اليوم عندكم قانون مالي 2025 على أنظار الغرفة البرلمانية الأولى والغرفة الثانية حسب قراءتك الأولية كيفاش تعتبر قانون المالية سيرياث؟ والله أنا قانون المالية احنا قاعدين في الليجير أنا مانيش نخوضوا في التفاصيل قاعدين في الليجير توا معناها قاعدين يوميا الليجير قاعدة تخدم ليلا نهارا باش ندرسوا المشروع كما يلزم ونشوفوا كان فما تعديلات وكل شيء تبقى هو اجتماعي انا نتصوره راه معناه في منح اجتماعي معناه في فما منح اجتماعي في القانون هذا فما الدوله لانها هذا سياسه السيد الرئيس اللي يلزم يكون ديما سياسه اجتماعيه لتونس 2025 الضريبه التصاعديه للشركات اليوم والله ما نجمش نجاوبك شنو نقول لك ما نجمش نجاوبك لان ندرسوا فيه الضريبه التصاعديه اللي هي من الحاجات ربما اللي لقات صدى ايجابي على عكس بعض الفصول الاخرى لكن هذه من الحاجات الايجابيه اليوم في قانون المالية اسمعني في برشا حاجات ايجابيه فما برشا حاجات تصير فيهم تعديلات دونك متفقين مع الغرفه البرلمانيه كيف نفس الراي تقريبا كلكم ماشيين في التعديل احنا فما لجان تخدم مشتركه مع بعضها والتقرير اللي باش يخرج تقرير هذاك يخرج تقرير اللجنه المشتركه تقريبا اني اهم الفصول اللي فيها تعديلات لا ما نجمش نعطيك مادام زينه مازلنا قداش النسبه ماشي بنسبه كبيره في التعديلات لا امور بسيطه كيما عمناول ولا لا مادام زينه ما نجمش نجاوبك لانه سابق برشا لاوانه والله سابق مره اخرى نجي نقول احنا سابق برشا لاوانه كي شهير الكافي مشكور تنازل لنا هكا قال ما يسالش بدا قانون مالي مهم سالونا حطانا دقيقه من وقته قلت لا ديما سبور يعطي الصحه سبور خاصه شهير الكافي شهير تسمع تفاصيل الرياضه انا ما نفهمش في الكوره ما مع شهير نفهم شويه بالسلاسه يلزمك تولي تفهم بالكوره تعرفش علاش؟ لاني انا ندافع على الملعب الحي هذا نتاع منطقه نحلي تعرف علاش؟ لانه انا الساعه معناها كي نشوف الشباب تو ونشوف كيف معناها خاطر ما فماش موان دو ديستراكسيون فماش نسبة الادمان والواحد تشوف فيها وكذا هذه مواضيع وقت اللي يدور الشباب تتسكر والملاعب والامور الترفيهيه تتسكر وتلقى الاستقطاب فاسيلمون تمشي كما الله يقدر الارهاب والمخدرات دور شباب ودور ثقافه تحل نهار لحد ودي كلها دوسيات كلها راهو هذا دوركم سيد النائب اليوم المجلس الوطني للجهات والاقاليم نستناو في مبادرات كيما هكا دور الشباب خاصه اللي كيما قلت ما يجيش راه تتحل نهار لحد ولا ما تنجمش يكون عندك دار شباب سقف وقاعه ما فيها شيء انا شي. فما حاجه كنت نتذكرها قبل كنت نقرا حاجه باهيه برشا كانت تجي حتى لسبيت بن عمار كانت المكتبه المتجوله نعم المكتبه المتجوله اي وين عندكم الكرة عندكم توا السيد الناطق الرسمي للمجلس الوطني للجهات والاقاليم سي رياض دريدي تلقاو تصريح كاملا الانترفيو على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه واستوديو الوطنيه اجمل تحيه زينه زيدو كامل فريق استوديو الوطنيه ادوما شيء طيبه تو تسويت الكلمه للشهير الكافي يعطيكم التفاصيل المفصله والدقيقه لاخر الاخبار الرياضيه في لمن شيء طيبه تسمعوا برامج الاذاعه